مساء الخير. مساء النور. جوال بدر، قلت بالمقدمة اليوم هي المرة الأولى والأخيرة من بعدها أنت جوال بدر. بتوافقيني؟ ما بقى تطلع أحكي خلص. ما بقى تطلعي تحكي. أكيد. جوال بدر من هون تجوزتي. من هون أهلك وأهله فرحوا فيك. من هون عملت شيء المجتمع العربي كله، أنت يمكن أول وحدة بتعملها. أول وحدة يمكن وآخر وحدة بعتقد. وآخر وحدة؟ أكيد. أوف. لأنه اللي مثلي لقلي أنا بعده ما خلق أبداً، لأنه ما في ولا حالة مثل حالتي بقلب لبنان نهائياً. جاهزة نحكي بكل شيء الليلة؟ أكيد. بمع تمام؟ أكيد. جوال بدر، بفستانك العرس هيدا الفستان اللي تجوزتي فيه؟ ايه اكيد. هيدا الفستان اللي فرحوا العالم واصحابك واصحاب جوزك وعائلتك وعائلته فيه. جاوبيني، شو حسيتي هلا لما رجعت لبستيه، او لما لبستيه اول مره؟ لما لبسته اول مره للفستان حسيت حالي اني مره. لا شو لا. مره انا مره مره اوكي. انا مره مره. بس بتحسي بانوثتك؟ أكيد بحس بأنوثتي. شو بتحس؟ شو حسيتي؟ حققت حلمي. أوه. حققت حلمي اللي كتير مثلي لقلي أنا إذا موجودين، لأنه أنا ما عم بشوف. بسمع بس ما بشوف. بحبوا أنهم يوصلوا ويعملوا اللي أنا عملته، بس قلت لك ما شفت بعد لحد هلأ، ما شفت. متصحة جنسياً. هلأ بنحكي عن هذا الموضوع. طلعي بكاميرتك لو سمحتي وقيلي شو بتقولي رسالتك اليوم؟ رسالتي ما بقى نطلع نكذب ونقول انه نحن متصححين جنسيا وعنا عملنا عمليات تصحيح وهيدا، قولوا انه انتو هيك وخلقتوا هيك وحابين انكم تغيروا، لانه انا كجوال بدر الشيء اللي انا عندي اياه صدقوني بعدني لحد هلا ما شفت حتى عنده اياه. ومش غرور، انا بتشكرك يا رب بفستان العرس حققت لي حلمي، انه انا خلقتني هيك عندي هيدي المشكله اللي انا عندي اياها. الحمد لله. انت مين؟ جوال بدر. منبلش الحوار معه مباشرة على الهواء. اهلا وسهلا فيك جوال. شكرا. يا هلا. اهلا وسهلا بجوال بدر معنا اليوم بالحلقة. جوال، قلنا من شوي، حكينا بالمقدمة كذا سؤال يمكن واساسيين اذا بدك. قلت انه انت اول وحدة، انت بنت عمرك 27 سنة صح؟ صح. صار لك 27 سنة عم تتعذبي. مزبوط. صار لك 27 سنة مش عارفة حالك مثل الذئبة اللي فارت. صار لك 27 سنة هو ما في غيرك مثل ما انت بتقولي بلبنان. انت مين اليوم باختصار؟ جوال بدر. انا جوال بدر انسى، خلقت هيك والله كان بده ياني انه انا اكون هيك. جاوبيني، انت خلقتي بعضوين صح او لا؟ صح. اليوم انت خلقتي بعضوين مزدوجين، اي متى اصبحتي فعليا انت امراه؟ بال 2014. بال 2014. انا بال 2014 صرت امراه بكل ما معنى للكلمه. نعم. واسمك جوال بدر. جوال بدر. اليوم لما صرت امراه بكل معنى الكلمه شو تغير بحياتك؟ كتير قصص. كتير. السجن اللي كنت فيه طلعت منه. كنت بسجن؟ اكيد. ايه كنت حاسة حالك مسجونة؟ اكيد. اوكي. ما عندي هوية لحتى لي اعرف حالي شو انا. يعني بدي انا خلقاني بنت شكليا شي تاني. وماني عارفة كيف بدي برر لهيدا وبرر لهيدا. هلك التمام. انا كمان تعبت. تعبت انا وبرر، وحتى بعدني لليوم ببرر. هلا حاحكي عن هذا الموضوع. انت اليوم اخطأتي انت وصغيره؟ اخطأت، كل انسان بيخطأ. اخطأتي او ما اخطأتي؟ اخطأت. تندمي على هذا الغلط اللي عملتيه؟ اكيد بندم، لانه كنت ماشيه مع ناس ورطوني بكتور امور. اكيد بندم. وتحسبت وكتر خير الله وعيش حياتي هلا كتير حلوه. ولو ما انا تعلمت من الشيء اللي هلا اللي صار معي بحياتي ما كنت شفتني معك هون. صحيح. جاوبيني على هيدا السؤال، ليه ما صيدتي؟ لأني ماني جوعانة شهرة. لو جوعانة شهرة كنت صيدت. بس كنت جوعانة شهرة قبل؟ لا ما كنت جوعانة شهرة. لا لا ما كنت جوعانة شهرة. لو جوعانة الشهرة كنت شفتني هلا بمحل تاني. لما غلطت شو كنت؟ أنا كنت بنت صغيرة موجودة وعندي صراع. صراع كيف بدي أقول لك إياه؟ صراع
مش عارفة هويتي شو أنا، مش عارفة أنا وين بدي أكون، مش عارفة شو بدي أعمل. كان حوالي عالم وناس قربين نزعوك. مني نزعوني ورطوني. نزعوك وورطوك وصلت لآخر شيء أنه أهلك بمرحلة من المراحل تبروا منك. ما تبروا مني، مش فعليا على الأرض، بطلوا يحكوا معك. بطلوا يحكوا معك لأنه حقهم. حقهم حقهم صح. شو بتقولي لأهلك اليوم؟ بقول لهم مرسي لأنكم وقفتوا حدي بالعملية يلي أنا عملتها، مرسي لأنكم دعمتوني بكل شيء، بكل ثانية. خليني بس كمل لهم، وأنا بحبكم كتير مثل ما أنتم بتفتخروا فيي وشايفين حالكم فيي بكل المنطقة وبكل الضيعة وقدام كل الناس والعالم، وما بتستحوا فيي. وعلى فكرة بابا طلع معي على قناة الجديد. صحيح. يعني بابا لو عنده 1% أنه أنا إنسان مغير حالي لأنه أنا بدي ما كان طلع. كثير منيح جوال. باختصار انت اليوم منك عم بتصححي، انت مصححه متصححه جنسية. متصححه مش شو متحوله جنسيه. منك انت متحوله؟ لا ماني متحوله. شايف قدامك بنت متحوله عم بسأل. متحوله شيء. اوكي. المتصححه شيء. انت اليوم جوال شو متصححه جنسيا؟ متصححه. عشان هيك ما في غيرك اليوم قلتي لي. انا ما قلت ما في غيري، بمعنى ما في غيري. أوكي. ما في غيري. شفت لك شي وحده طلعت قالت انا متصححه جنسيا؟ شفت لك انت عم بسالك. أوكي. انا كسؤال شفت شي وحده. انا هون بدي ادير الحوار. اوكي انت ديره للحوار، بس انا بعدني لحد هلا ما شفت انسانه حالتها مثل حالتي. مع تقارير طبيه. مع فتوى شرعيه. كثير منيح عندك فتوى شرعيه طبعا، وعندك تقارير طبيه طبعا. يعني انت خلقانه امراه. اكيد خلقانه. يعني امرأة. اليوم لشو بعدنا عم نعمل هيدا الجدال؟ لشو بعدنا عم ناخذ ونعطي؟ مخلوقه خلقانه خلقه ربنا، عندها هيدا الشيء موجود فيها وبتكوينها. يعني اليوم مشان هيك عطوك فتوى شرعيه. مين عطاك الفتوى الشرعيه؟ الشيخ احمد طالب، المفتي احمد طالب. نعم اكيد انا بحترمه وبقدره. عطوك هويه؟ عطيوني هويه. عندك هويه بتقول حضرتك جوال بدر؟ اكيد. مسلمه شيعية؟ أكيد. أوكي. ليك غير وجهك؟ لا ما تغير، بالعكس. أنه ما بحب أحكي بالأديان لأنه أنا لا شكلي الشيه هالجواب. أي أنا كلكم ما بتحبوا تحكي. لا أنا ما بحب أحكي بالأديان. برا بنحكي ومنسبسب بعضنا ومنبهدل بعض. هني هيك أنا مني هيك. أنا ما بتشبه لهم ولا هني بتشبهوا لي. شايفة حالك حلوة؟ كتير. عن جد؟ أكيد. يا مرايتي يلي بتعرفي حكايتي ما بحب اطلع بالمراية. ليه؟ عندي ثقة بحالي. بتخافي من حالك؟ بخاف. شو لك يعني؟ ليه ما بتطلع بالمراية؟ عندي ثقة بحالي. ليه بتبكيكي هالغنية؟ ما تغيرت أنا تمام؟ كتير تغيرت كتير كتير كتير. بس بتبكيكي بالعكس بتنبسطي. ما قلتك أنت هيدا حلم كان عندك. إيه بس ببكي كمان. بس فيك تطلعي فيي أنت وعم تحكي معي؟ خلي عينك بعيني. شو تغير بحياتك غير إنه صرتي مرة؟ كتير قصص. أو أنت مرة يعني بس قدرتي أعلنتي. شو؟ كتير قصص. الناس الغلط اللي كانوا حوالي اللي ورطوني بكتير أمور راحوا من حياتي. كتير منيح الحمد لله. فين أقول شيء؟ أنت اليوم صرت جوال بدر النظيفة. صح؟ كنت وسخة؟ أنت عم تعترفي؟ ايه بس قصدي يعني اليوم اللي بيكون عنده ماضي ناس بلو فيها أكيد بده يكون وسخ. نو ولا أنا غلطان؟ اليوم أنت لازم تفتخري أنك قدرتي وعم تعترفي وعم تحسني الصورة، واليوم أصبحت امرأة مرتبة وجميلة جدا. يعني كمان مش بس هيك. شو غلط؟ نظيفة من جوا ومن برا. أنا بتعرف موجوعة كيف. أنت جوال؟ أكيد موجوعة. من شو؟ يعني موجوعة من ضغط الناس. خلص أيهم ضغط الناس؟ ضغط الناس اللي كانوا يرموا عليك البندورة؟ يرموا علي بندورة؟ أنا بحياتهم حدا رمى علي بندورة. شو لكان؟ بحياتهم حدا رمى علي بندورة. إيه. شو دفعتي تمن سمعتك؟ عمري. 27 سنة. عمري. 27 سنة. 27 سنة. وهو حقك هيدا إنه اللي عملتيه أنت، إنه أنت مرة. أكيد. أوكي. حقي، وما حدا إله بالحق يقول لي ليش عملتي. طيب بتضايق من كلمة، مش بتضايق كمان، كنت أتضايق، هلا صرنا بمرحلة جديدة. تطورنا. بس انا كنت اتضايق من كلمات انه استفزازيه من الناس.
استفزازية، يعني بتكون وحدة بنوت حلوة قاعدة ببيتها بتشوفني لقلي أنا بتطلع فيي بستفزها. أكيد بدي استفزها، فبتفوت بتكتب التعليق. طلعي بالمراية لو سمحتي. أنتو عم تطلعي بالمراية بتقولي لأهلك شو؟ كلمة بدي. أنا بحبكن كتير وبفتخر كلمة. فيكن بفتخر فيكن. طلعي بالمراية وقلي لي أنا بقول للمتحولين شو؟ وعكن تتحولوا. خلي المراية معك لو سمحتي. تمن سمعتي دفعتها أني صرت جوال بدر، ما دفعت شيء. عم تناقضي حديثك، قلتي لي دفعت 27 سنة. 27 سنة ظلم بحياتي. هيدي هي. شو بدك تقولي لهيدا المجتمع اليوم؟ يا مجتمع يا محترمين يا اللي مخبيين نصكم بتيابكم، خلصوا خلص، كل واحد يهتم بأموره وكل واحد يهتم بحياته. شو كمان؟ بس. وأنا اسمي جوال بدر، واللي ظلمتوني إياه كل حياتي 27 سنة بحياتي عم تظلموني كنتوا، هلا الحمد لله كتر خير الله. أنا جوال بدر مرة كل معنى الكلمة، كنت أقول قبل بنت، هلا صرت مرة. كيف؟ كنت أقول قبل بنت، هلا صرت مرة. أها طبعاً تجوزت. جاوبيني على هيدا السؤال، 27 سنة عملتي حفلات خاصة؟ أكيد لا. طلعي فيي، خليكي معي. أكيد لا والله تمام. حفلات خاصة كيف؟ ما عملت أبداً؟ ما انجريت لهيدي القصص؟ انجريت بس أنا ما عملت. حلو. ما عملت لأنه اللي كانوا بدهم يجروني أنا كنت انصدم فيهم لما شوفهم أنهم هني على أساس كتير محترمين.